طبعا يا جماعة مثل ما قلت لكم انت الدكتورة سمر هي من اطباء ليفلز كلينك وغنية غنية عن التعريف لها شعبية كبيرة بصراحة عندنا في الكويت وعندنا في العيادة والنساء يحبونها يعني بشدة يعني وصاحبة ابرة بصراحة يعني صاحبة ابرة سحرية امانة وانا يعني اعرف الدكتورة سمر من زمان من قبل ما تنضم لنا في ليفلز يعني ولكن بعد ما انضمت ليفلز يعني كنت اشوف كل شيء بعيوني اشوف النتائج بعيوني اشوف امور كثيره يعني شغلات حلوه تسويها كثير يعني الله يخليك دكتوره فانا ودي الناس تستفيد وتاخذ يعني عن تجربه يعني من يعني خلينا نتكلم دكتوره الحين وحده الوجه ضعيف وجايتك تقول لك ابي شد الوجه لان الترهلات تعرفين لما يترهل خط الابتسامة يبينون يصيرون كبار فيصير الوجه كأنه تعبان يعني كأنه مترهل فلما ينزل الوجه الخطين هذولي الابتسامة يبينون خطين الحزن اللي هني يا جماعة هم يبينون يصير الوجه كأنه مخفوس هني وهني فشلون الوحدة يصير الوجه مشدود يعني الحواجب ترتفع للأعلى كذي الوجه يرتفع تصير متعافية أكثر شكلها أحلى أجمل شنو الحلول اذا كانت وحده وجهها ضعيف شو تسوي لها اذا وحده وجهها مليان هل نقدر يعني من غير ما نملي الوجه نشد الوجه اعطينا فكره دكتوره وراح نجاوب على اسئلتكم يا جماعه يعني مثلا كثير بيجوا يشتكوا من خط الابتسامه هنا ان هي مضايقاهم او كده بتبقى مشكله ان هم بس بيفكروا ان احنا لازم نحط فيلر على طول دايركت في المكان اللي احنا بنشتكي منه لا واحنا التكنيك احنا نعالج ايه المشكله سببها انه يبقى الوش نازل فان احنا لما نرفع شويه في الخد بوينت صغيره بس لي واحد بس فيلر نص ونص هنا في بوينت معينه تديني الرفعه دي وتعالج الخط بتاع الابتسام دي لو وشها مليان انا بحب دايما ممكن نعمل التكنيك ده بالفيلر لكن الحاجات الجديده دلوقتي اللي بتنفع ايدج كمان اكبر اللي هي الكولاجين ستيميليتور شويه دلوقتي بقينا بنتجه ليها كلنا كدكاتره التجميل لان هي بتحسن الكواليتي زين الكولاجين حقن الكولاجين لتحقنينه يعني شنو ممكن يسوي شنو ممكن يسوي وشنو ممكن يحسن وهل يعني اقصد يعني الكولاجين هل يعطي ملاءة الوجه لان البنات تقول ما بي اتفخ وجهي هل الكولاجين يتفخ الوجه؟ لا لا هي الفكره بقى في البيشنت اللي بتيجي تبقى مش عايزه امتلاء هي دي الاوبشن بتاعها ان احنا نحقن حاجه تحفز بس الكولاجين في الجلد بتحسن الكواليتي بتاعت الجلد نفسه الالاستين يبقى الجلد مور يعني هيلثي اكتر وفي نضاره اكتر ومشدود اكتر من غير ما يدي امتلاء خالص من غير ما يدي امتلاء عشان كده بتنفع كمان في البيشنت اللي وشهم شويه مليان بس طبعا بيبقى لها اماكن معينه في الحقن بنبقى دايما بنحقن في اللاترال بارت عشان ما تدينيش فوليوم خالص بالضبط يعني كل ما جنبنا برا كذي أيوة. شد من غير فوليوم يا جماعه فوليوم يعني ملاءه طبعا احيانا بس احيانا تجي وحده ضعيفه فلازم يعني تعطينها ايوه طبعا لو هي رفيعه ده بيختلف لو واحده وشها رفيع عشان كده مهم جدا ان احنا نشوف البيشنت ونقرر معاها هي محتاجه ايه وشها فعلا محتاج ايه يعني محتاج امتلاء مع رفعه خفيفه ولا وشها بس محتاج شد بس فنلجا بقى في الحل ده للكولاجين الحاجات اللي بتحفز الكولاجين في الجلد حلو زين في واحد يسال يقول وجهي ضعيف وابي اسمن الوجه يقصد يعني وجهه حيل ضعيف ويبي يعني هو رجال شو انصحه بالريتش لان ابره الريتش الجديده دي هيالورونيك اسيد وفيها بولي لاكتيك اسيد فهو بيشتغل على الحاجتين يعني في نفس الوقت ان الجلد هيبقى مشدود اكتر ويحفز الكولاجين والالاستين فيه وفي نفس الوقت الهيالورونيك اسيد هيديني الامتلاء الخفيف اللي هو عايزه أوكي. بس طبعا برضو اسسمنت وفي دلوقتي التكنيك ان احنا نعمل الهايبر تكنيك ان احنا بنحقن الفيلر كهيالورونيك اسيد مع حاجه تحفز الكولاجين الاثنين يعني التريتمنت الجديده دلوقتي ان احنا نعمل لايرنج في الحقن فبتدي ريزلت حلوه وبتقعد معايا فتره اطول يعني والبيشنت كتير السؤال البيشنت كتير تقول لي دكتوره انا لو عملت فيلر ما يروح وشي هينزل كتير من البوينت دي ما يحبون ينزل زين وحده تقول لك ابي شد الوجه يعني
يعني ابي نتيجه سريعه، وواحده ثانيه تقول لك لا انا ما يهمني نتيجه سريعه، ما عندي مناسبه قريبه، ابي تشدين وجهي بس ابي يطول معاي سنوات، شو تنصحين الاولى وشو تنصحين الثانيه؟ لا، النتيجة السريعة يبقى هنروح مع اتجاه الفيلر هالورنيك الفيلم اسيد او فيلر مع زين زين. واحد يقول انا ما عندي ما ابي نتيجه سريعه عادي، لا دي بقى اقعد اضغط بس ابي سنوات طويله، ابي اطول معاي الموضوع. هي دي بقى الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الكولاجين ستيميليتورز، سواء اللاجنسي الكالسيوم، الريزيوس، السكالبترا اللي في انا شايفة ناس سأل عليها، كل الحاجات اللي هي كولاجين ستيميليتور دي كلها، الريتش، كل دي كولاجين ستيميليتور، اللي هي بتاخد فترة عقبال ما النتيجة بتاعتها تبان. يعني ما ينفعش واحدة تيجي عندها مناسبة ونعمل لها كالسيوم خالص، لأن هي بتبدأ كالسيوم تشتغل بعد فترة. اللي تسوينها كالسيوم الابر الرادياس الريديوس. زين يا جماعه، بس خليني اوضح لكم شغله، ابر الرادياس الكالسيوم هذه ابر تشد الوجه بدون اي الوجه، يعني ما تخلي الوجه يمتلي نهائيا. وبصراحه في احد من افراد عائلتي كانت يعني دائما تسوي فيلر من سنوات، سوت معاك رادياس قبل كذا شهر، حيل مستانسة بصراحة على النتيجة، لأن تقول أعطتني نظارة ووجهها شد، كان عندها مصافط في الوجه شد يعني هني وهني، تحس يعني حتى اللي يشوفها يقول شو مسوية، والمستانسة أن النتيجة هذه راح تطول سنوات معاها، هذا اللي بالظبط منسي صراحة. بالظبط. هي كان من الحاجات اللي بتبان مع الوقت، يعني بعد شهر بتبان اكتر، بعد شهر بعديها بتحس ان الجلد نفسه بقى احسن من الاول، عشان كده ما بصراحة شاء الله يعني بريكومندد. ما شاء الله، حلو والله، حلو حلو ممتاز. إذا بالنسبة هذا اللي قاعد تسأل ميمي، تسأل أنصحي آه قاعد تنصح يسوي تكسس يعرض وجهه، لأن واحد توه يسأل إن وجهه ضعيف وهي تقول تكسس، بس أنا بقول بجاوب على السؤال هذا والدكتورة تعطي أبيك رأيك بعد. الحين أغلب الناس يسوون مثلا انت بتعرض الوجه، حتى مرات واحده بنت وجهها ضعيف تتعرض، فشو تسوون؟ اول شيء يسوي تكسس زين، ويكون فوق ضعيف بالضبط، غلط، لان الوجه كله راح ينزل تحت، فيصير الوجه يعني يصير وجه يعني نازل تحت، يعني اساسا الواحد كل ما يكبر بالعمر الجاذبيه تسحب الوجه للاعلى، فاحنا بنسحب الوجه للاعلى، فنحقن دائما النص اللي فوق قبل النص اللي تحت، فنبلش بالخد، نبلش بالصدغين، الشغلات المحتاجة بعدين ننزل تحت. بس في شو رايك؟ كمان يا دكتور طلال، احيانا بتيجي بيشنت لما تبقى عايزه تحدد التكسس وعندها هنا فعلا ستيل ديفكت في الميد فيس، لما بنعالج فوق الميد فيس بتحس انها ما عادتش محتاجه اصلا التكسس، لانه لما بيرفع الوش ديني التحديد اللي تحت، يعني كتير من البيشنت بيعملوا كده، لما بنحقن الاول الابر فيس بيبقى مش محتاجه خلاص هي انها تعرض تحت. وانا بصراحه مش من الدكاتره اللي بتحب تكسس قوي ما تحب تكسس للفيميل، ما يعني بيبقى له ليميت، يعني بحسه شوية، يعني الفيميل في كتير بيتجهوا ان هم يعرضوا قوي هنا، بحس ان هو بيدي شوية ملامح. ماسكلن شوي، ماسكلن ايوه يعني صح، فحق يعني نوعيات معينة. ايوه بالظبط، يعني لازم تبقى هي فعلا محتاجة ان هو يتحدد شوية. التحديد احيانا تفضلين دكتوره تحقنين التكسس يعني كامله، مثل لو كان ضعيف من تحت، ولا تروحين حق الزاويه بس بالجولان؟ حسب، بس انا في الاول ببدا بالجولاين الاول، بالجولان وبعدين هي محتاجه هنا بعد. حلو 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 ممتاز ممتاز. زين، هل هذه الامور امنه دكتوره؟ هل درجه الامان كبيره؟ والله الحاجات دي كلها ابروفد، ودي اف دي ابروفد، واخده يعني كل التصريح، احنا يعني ما بنشتغلش باي حاجه ما فيها اي مشكله، يعني حتى الكالسيوم اللي الناس كتير بتخاف منها بقى لها سنين، انا بيشنت كتير بيحرموها بقى لهم سنين، مفيش اي مشاكل حصلت منها، لو اتحقنت صح في اللير بتاعها صح مفيش مشاكل بتحصل منها خالص. حلو حلو ممتاز ممتاز. زين خلينا ناخذ سؤال، زين الهالات، هذا دكتور يسأل عن الهالات، شنو تنصحين الناس اللي عندهم هالات سوداء، يعني شنو الابروتش مالك بالنسبه لهم؟ اول حاجه يعملوا تحليل ونشوف اذا كان في نقص في الحديد ولا، دي مهمه جدا لانه ساعات بيبقى سبب. حلو، هل في شخص ثاني؟ وبعدين بقى بس سكرت بعد ما صار زحمة.
صار ازعاج بعد عفوا. اوكي، ودي اول حاجه. الحاجه التانيه ان احنا الخفسه اصلا تحت العين ولا لا، بنكرر. انا مش يعني اخر حاجه بلجأ لها الفيلر اللي تحت العين، لان احنا آخر شيء فاتح. اخر ستيب. لو إيه. كل حاجه ما جابتش نتيجه، لو في خفسه تحت العين، احنا الفيرست تريتمنت ان احنا نعالج الميد فيس برضو الاول. لما بنعمل ليفتنج في التشيكس ساعات بيحسن الخفسه اللي تحت العين بنسبه 80%، فما بتحتاجش انها تحط فيلر تحت العين. وطبعا في علاجات بقى لو هي تصبغات، لان مشاكل تحت العين بتنقسم لو في خفسه او لو في تصبغات. لو في تصبغات بنعالجها بقى بالميزو، بالفيتامينز، بنحقنها تبقى حقن سطحي وبتجيب نتيجه انتاج ممتازه بصراحه. يعني على حسب الحالة. اكيد طبعا. بالضبط بالضبط. حلو حلو. خل نروح الحين. زين زين دكتورة، بالنسبة للناس اللي يسوون مثلا بوتوكس بشكل عام، يعني اليوم واحدة مراجعة مرت عندي سوت بوتوكس، زين تقول سوت قبل بوتوكس وما جاب معها نتيجة، شنو بالضبط؟ يعني هل البوتوكس دائما يجيب نتيجه؟ هل ما يجيب نتيجه؟ ايش كثر يطول البوتوكس؟ هل هو امن للحامل للمرضع؟ يعني اعطينا فكره عن البوتوكس. طيب، هو اول سؤال، اول انا هبدا من الاخر. ايه اوكي اوكي الحامل والمرضع انا ما بحبش بصراحه البوتوكس. ايه استيل لغايه دلوقتي دراسات ضده، ولا دراسات اثبتت ان هو سيف 100%، لا كده ولا كده. فانا دايما بقول لهم تقوم بالسلامه وتيجي تعمل البوتوكس عادي. بوتوكس عادي. والحاجه السؤال التاني ان البوتوكس بيقعد فتره قد ايه او كده. هو البوتوكس حاليا دلوقتي احنا لاحظنا عموما كلنا كده كده، اكيد حضرتك لاحظت كمان يا دكتور طلال، ما بيقعدش فتره زي زمان كان بيقعد 6 شهور، بنعمله مرتين في السنه بس. دلوقتي بقى بيقعد اقل، جزء من البيشنت اللي بيجوا كانوا بيبقوا سبب في الموضوع ده، ان هي كانوا بيجوا يعملوا البوتوكس كل 2 3 شهر، ما بتستناش يعني، ما تقعدش فتره كافيه انها قبل ما تحقن البوتوكس تاني وتعيد الاجراء بتاع البوتوكس. فده كان برضو سبب ان الجسم بيكون اجسام مضاده للبوتوكس. أجسام مضادة فعلا، هذه مشكلة أجسام دي مضادة. اجسام. وكمان لاحظناها بعد كورونا الموضوع ده، لاحظت شنو؟ لاحظنا موضوع البوتوكس ما عادش بيقعد فتره طويله بعد كورونا. ان بعد الكورونا والفاكسين اللي احنا خدناه ده، اجسام جسمنا بقى بيكون اجسام مضاده للبوتوكس، فبيخليه ما يقعدش فتره طويله. حلو حلو حلو. فهذه صح من المشاكل الصراحة الكبيرة بس ده يعني. ما يمنعش يعني، في بيشنت لقيتهم بيقولوا لي طب خلاص طالما هو ما بيقعدش فتره طويله مش لازم نعمل بوتوكس لا خالص. لا فيتركونا. طبعا، لان في انا بيجي لي بيشنت بيبقى الخطوط التعبيريه حفره خالص في الجلد، وده بيبقى ساعتها علاجه حفرة، صعب. هذه مشكلة كبيرة إذا حفرت خلاص. بيبقى علاجها صعب جدا. علاجها صعب. يعني يا جماعة اللي تقصد دكتورة عندك يعني هو علاج، هو كل علاج في الدنيا طعمر، كل علاج في الدنيا. نقصد انه للاسف البوتوكس الى اليوم في الطب ما يطول اكثر يعني من 6 شهور. زين فتقصد الدكتوره يعني لازم كل 6 شهور، بعض البنات تقول خلاص انا مو فاضي كل 6 شهور احقن، ماشي مو مشكله، بس للاسف الخطوط هذه اللي تروح بالبوتوكس الحين اذا تركتوها فتره طويله راح تصير خطوط دائمه، هني صعب حلها، بالضبط صعب حلها، بالضبط. وحلها لا يوجد، مو متوفر عندنا ولا عند احد بالعالم. لذلك انا نصيحتي يا جماعه تحقنون كل 6 شهور وكثروا من حبوب الزنك، لان طلعت دراسات كثيره ان حبوب الزنك تخلي البوتوكس يطول فتره طويله. زين يا جماعه انا بسال الدكتوره بعض الاسئله. دكتوره اول شيء بالنسبه للاوبر، بالنسبه للاوبر شد الوجه شد البشرة عشان لا يصير مصافط هني مثلا، تصير مثلا خطوط ابتسامة خطوط حزن والأمور هذه، نبي شد الوجه. واحد نبي خيارات الأبر شنو تستخدمين؟ واحدة وجهها مليان شنو تنصحينها بأي إبرة؟ الكالسيوم. إذا واحدة وجهها لا ضعيف يعني ضعيف وتبي شد للوجه، إبرة الريتش ممتازة في حلو. الموضوع ده. إذا واحدة مثلا صغيرة بالعشرينات أي إبرة لا، تنصحينها للشد؟ العشرينات أنا بنصح بالهيالورونيك أسيد، تستيك على الفيلر حلو كهيالورونيك الفيلر أسيد. العادي. زين واحدة مثلا عمرها 35 40 45 50 وفوق شو دول تنصحين؟ نقدر
يعني في الـ above 40 ممكن نبدأ بالكالسيوم يا كالسيوم يا ريتش، حسب بقى هي وشها محتاج ايه. حلو زين. واحدة تبي نتيجة تطول، ما يهمها شيء سريع، بس تبي شيء يطول معاها النتيجة سنوات طويلة، أي تنصحينها بشنو؟ برضه الكالسيوم والريتش، حلو. الحاجات اللي هي بتحفز الكولاجين. واحدة عندها مناسبة بعد أسبوع، شنو تنصحينها؟ لا دي بوستر، بوستر إيه سكين بوستر، كريم ممكن لو بوسترز محتاجة فيلر اوكي نعمل على حسب شفت. الحاجة. هل هذه المواد اللي ذكرتيها الحين كلها آمنة بالحقن؟ سيف جدا، مفيش منها اي حلو. مشكلة. وانا يا جماعه تعرفون يعني انا دائما صادق معاكم، والله الدكتوره سمر من زمان من قبل ما تنضم الى ليفلز، وحتى بعد ما انضمت ليفلز وكل شيء تحت عيني ما شفت ولا مشكله واحده ولا الحمد لله مريضه طلعت نفس السؤال، الحمد لله كلهم مستانسين. الحمد طبعا لله المشاكل تصير مشاكل بالحقن هذه نهائيا ما شفتها مع الدكتوره، نسبه الرضا عندها 90% وفوق بصراحه، وانا الحمد يعني لله هذا الشيء يعني من افضل الاطباء اللي اشتغلت معاهم في حياتي في الحقن دكتورة سمر أمانة يعني. فاحجزوا معها موعد عندنا في ليفلز وادعوا لي، يعني ما راح تتحسفون، من أفضل الأطباء اللي يحقنون من اللي اشتغلت معاهم وشفتهم بصراحة بحياتي. أتمنى لك التوفيق دكتورة، وراح نسوي معاك مرة ثانية لايف على أساس إن الناس شاء الله يعني بإذن الله، من خبرتك يعني. إن شاء الله شوفك على خير إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة.